مشاهدينا اهلا ومرحبا بكم معنا، واليوم سعيده بلقاء اصحاب قناه اباطره المقالب، قناه اللي مختصه بالمقالب كيديروها مع الاصدقاء ديالهم مع العائلات ديالهم. واليوم جاوا من قنيطره في اول خروج اعلامي لهم، وحنا سعداء بالاستضافه ديالهم. السلام عليكم. كيحضر معايا مشاهدينا يوسف فنزازه وزهير العقل المدبر. زهير دابا اللي درت عليه الكاميرا هو صاحب المقالب، هو اللي كيجبد. انت العقل المدبر ياك سي زهير؟ انت اللي كتختار هاد المقالب وشنو دير؟ والاغلبيه واخا الميكرو عافاك. فنزازه، اول سؤال يوسف فنزازه، الاسم ديالك واش هذا لقب ولا؟ هو الصراحه السلام عليكم. بالنسبه للاسم كيحيى يونس ملقب فنزازه، واخا هذا اللقب ربما مهم القاب، ولكن الناس اعتادت عليه ولاو ولفوه صعيب باش تحيدوا لهم من فمهم، فلهذا اغلبيه ديال الناس يعيطوا لي فنزازه. انت عادي ما كيشكلش لك يعني اصبح لقب شهره دابا، اسم الشهره. نورمال عادي يعني عادي، كما قلتي ما كيشكلش ليا زعما شي هذا عادي، ولا معروف عند بزاف ديال الناس زعما واحد الناس اللي هما كثار صعيب انك باش قلتها، كنت بغيت زعما نحيدها وهذه ولكن ما قديتش. الناس ولفوك بهذا الاسم، عرفوك بهذا الاسم. اغلبيه ديال الناس كيعيطوني باللقب فنزازه. واخا فنزازه، يعني قبل ما ندخلوا القناه ديالكم اباطره المقالب كانت عندك قناه كانت كتحقق لك ملايين المشاهدات، يعني شفت الفيديوهات ديالنا ديالها وفجاه انسحبتي منها، يعني مع انها كانت ديت مشاهدات عاليه بزاف، شنو اللي خلاك تنسحب؟ هي فعلا كانت قناة ما بغيتيش تقول الاسم ديالها كبيرة. نعم كبيرة، كان فيها واحد المستوى واحد المحتوى اللي هو زوين وكبير، ولكن وقعت ظروف وانسحبت منها ما بقيتش فيها، ما بغيتش زعما نعطي دوك الحيثيات تفاصيل ديال الانسحاب ديالك. فوالا يعني صافي، كان الانسحاب ديالي منها احسن حاجه فكرت فيها واحسن حاجه درتها، مع ان كان الربح وكان هذا يعني خليتي كل شيء. تماما، هذه القضيه ديال كان الربح وكان هذا، كان الربح كان المدخول، ولكن ماشي مشكل. الحمد لله انا سنامن بواحد الحاجه، الانسان مهما باقي بالروح وباقي حي وباقي قادر يتمشى يقدر يعوض، المهم الامل ما كيوقفش ديما كاين. المهم ما تخسرش، الحمد لله ما تخسرش مع حتى لا ناس خسروا معاك ما تخسرش معاهم. تمام. نعم، ونتمناو لك التوفيق باذن الله فنزازه، وندوزوا للقناه ديالك ديالكم عفوا اباطره المقالب. من خلال التجسيد ديالك للمجموعه من الادوار الناس كيشبهوك بعزيز دادات، وقلت بعض التعليقات قال لك ما كرهوش يجمعك انت وعزيز شي دور. انت واش كتشوف راسك كتشبه العزيز دادات؟ واش هذا تقليد العزيز دادات او لا انت يعني هذيك هي الحركات ديالك وهذيك هي الطريقه ديالك؟ هذا سؤال مهم وزوين وشرف كبير ان الناس يشبهوني بعزيز دداس، بحكم ان عزيز دداس يعني شنو نقول لك، عزيز دداس هرم يعني ممثل اللي هو كبير، جسد اللي هو كبير، وشرف كبير انني نتشبه به، وفعلا الشبه كاين فعلا في الحركات حركات الادوار ربما، المهم ربما نقدر انا ما نشبهش راسي به، ولكن الاغلبيه ديال الناس كيشبهوني به، كما قلتها لك وتنعاود نقولها لك شرف كبير، وتنتمنى انه يجمعنا شي عمل، وتنقول انا بحكم ان الموهبه ديالي عندي قريبه العزيزة، الا جمعنا عمل غيكون عمل اللي هو ربما يكون شي حاجه استثنائي. كتواصل معاه؟ تماما. عزيز الناس حاليا هو صديق وعزيز بزاف، وسي لا ميم شونس، انا عزيز عليه وكيشجعني. قعد البارح مسكين عيط بحكم، وفاش جيت لكازا عيطت له تبارك الله عليه وعيط ليس هو، واللي جعلني انني ما نتلاقاش بعزيز الناس هو انه عنده تورناج مسكين في بوسكوره، وشكرا ليه بزاف بحكم انه واحد الانسان متواضع جدا جدا جدا، وتنتمناو من النجوم الباقي انهم يكونوا بحال عزيز دداس، ويكون واحد التواضع اللي هو
مزيان بحال هكا. ايوا نتمنوا التوفيق للجميع باذن الله تعالى. شكرا. وندوزوا للمقالب، واش هاد المقالب فعلا كتكون حقيقيه؟ لان شفت بعض المقالب، شفت ديال جويره راه ابن القنيطره، واش هاد المقالب كتكون فعلا حقيقيه؟ يعني ما فيها حتى شي حاجه. هي فعلا مقالب عفويه، وفي نفس الوقت بحكم انني نقدر نقولها لك عفويه وخطيره في نفس الوقت، لان كاين بعض المقالب اللي كنجي منهم بمشقه نفس، وكاين لا بلي بارت المقالب اللي كيدبر لي فيهم الصديق اللي هو العقل المتبع مزاج ديالي، واللي هو دبر لي دابا علنيا كنقولها قدام الناس، اللي دبر لي في المقلب ديالي مع جويره اللي صديق، تحيه من هذا المنبر للصديق جويره العق، انه صديق ولد مدينتي، ودبر لي في واحد المقلب معاه لدرجة انه كنا ربما غنساليوها في الله اعلم، واحد غيبقى وواحد ما غيبقاش، ولكن يعني كتوصلوا للعصاني ثم دام دابزا تماما تماما في المونتاج كنحيدوا شحال من حاجه فيها مشاكل بزاف تماما. وي يعني المقاليب عفويين 100%، وهذا الشيء انا معروف به، وانا من الناس زعما اللي المقلب عفوي كيعجبني. علاش؟ هي فريمون فيه الريسك، وانما عنده واحد نكهه، وفي الاخر دوك الناس اللي كندير معاهم مقالب عفويين كيكونوا صعاب، ولكن في اخر المطاف كيوليو اصدقاء بحكم انهم كيبغيو يشجعوني يتقبلوا وكيتقبلوا داك الشيء. كاين اللي ما كيتقبلش، كاين ما كيتقبلش، ولكن واحد العدد قليل وما كنرميوش داك الفيديو، وكنطلبوا منه المسامحه وكيبقى صديق. وندوزوا لصاحب او لا العقل المدبر، العقل المدبر لهذه المشاكل. باغي صاحبك ياكل العصا ياك؟ لا، هو باش كتكون داير مع واحد الانسان ولا شي حاجه، يعني قبل ما يديروا له مثلا البرانك ولا شي حاجه، لا كنتي كتعرف شي حد كتكون ديجا هضرتي معاه بحال دابا، كتقول له مثلا اذا كان مثلا غادي يضرب شي ضربه ولا شي حاجه، غير يحاول يدوزها حداه ولا شي حاجه، يعني ما كان شنقول لك بالعربيه كما كنقولوا ما كنريسكيوش ديك الدرجه اللي كتبان الانسان في المقالب. وبالنسبه اذا كنا يعني كتاخذوا الاحتياط ديما، الاحتياط احتياط واجب، وما خصوش تسكتوا القلب الاخر. كان واحد مسكين ما حاس والو، دار واحد الغلط واحد النهار اللي كان غادي يجيب فيه واحد الضربه اللي خايبه، هذا قال لك ما حسيتش بقوه متصل الدور ديالو، قوه متصل الدور ديالو، قسما بالله قال لي بهذه الكلمه هذه، قال لي والله العظيم غادي نسام حدا وجهه، وقال لي زعما ما حسيتش مع هذا، عاوتاني يوصل رده الفعل ديالو خلات الاخر يتعصب اكثر، واخا هو غير مثل مثلا الاخر الضوء. لو اللي كديروا به المقلب ما كيكونش في راسه نهائيا. اللي كدار به، لا هذو كنهضر على يونس. نعم لا شفت انا اللي كدار فيه، كاين بزاف الحالات، كاين بعض المرات كنقدروا نديروا مثلا اربعه المقالب قسما بالله حتى واحد فيهم ما كيصدق. مثلا كنلغيهم كاملين، كاين اللي ما كيبغيش يبان، كيقول لك ما تبينيش. البلي بار بزاف سافرنا الرباط، مشينا للبلايص بزاف، كيقول لك الناس ما تبينوناش ولا شي حاجه. من حقهم كنجدو كنسيبريمو الفيديو، كاين اللي مقالب اللي طلعوا الطوب ديال بصح قسما بالله وما كتكونش في راسهم، هادشي اللي بغيت نعرف. لا والله ما كتكون في راسهم، مقالب اللي هادو اللي كنقول لك الطوب زعما شي حاجه اللي زوينه طلعوا زوينين، ولكن كيقول لك مثلا بحال دابا مؤخرا كنا درنا واحد المقلب ديال واحد الجزار اللي طلع شي حاجه واعره، ولكن في الاخر قال لك مثلا السيد جامون المحل من بعد، قلت لك لا خويا زعما ديروليش هاد الشيء هذا وصافي. كتحترم انت كدير هكا بغايا، انا بزاف الحالات بحال هكا وما كنبيعهمش، هذا هو المقالب وما هادو. ودابا وغتستمروا في المقالب ان شاء الله؟ دابا لا، هما المقالب مره ما غاديش نبقاو نديروهم بحال ديما، مي حيت دابا جايين تجهزت الافلام. نعم جايين سكتشات، جايين شي حاجه زوينه ان شاء الله جايه في الطريق. راه كتصوروا حاليا فيلم قصير؟ اي حاليا كنصورنا واحد الفيلم اللي كان الدور البطولي ديالو هو واحد تفضل. قلت لك حاليا كنصور واحد الفيلم اللي كان تقريبا دور البطوله ديالو خويا يوسف تنزازا، وكان غيكون ان شاء الله فيلم زوين اللي غادي يكون في القناه ديال الصديق ديالنا عبد السلام صور ان شاء الله. الاخ ديال مقطوع من الشجره ياسين. نعم معروف الحمد لله، هادشي اللي كاين اختي حاليا. يعني حاولتوا دابا تتجهوا للافلام القصيره؟ حاليا ان شاء الله نتجهوا للافلام، والا بالنسبه للمقاليد ما غاديش يكونوا بزاف بحال اللي كانوا اكثر، باش نتجهوا ان شاء الله دابا للافلام، ونتجهوا شويه ديال السكيتشات شي حاجه في المستوى، غادي يكونوا بزاف ان شاء الله ديال الاعمال، غادي يكونوا عن مقارب زوينه ان شاء الله. الطموح ديالكم، لان انتم القناه ديالكم يلاه
من بعد ما نسحب فنزازه من القناه الاولى، ولكن غدا مزيان تبارك الله. لا الحمد لله غدا مزيان وان شاء الله غدا تمشي احسن. الطموح ديالنا حاليا هو شنقول لك، الطموح حاليا هو السمر. الحمد لله كاين واحد التجانس بينه وبين الاخ يونس فنزازه، يعني ما كاينش شي عراقيل بيناتنا. والمتتبعين ديالكم يعني؟ المتتبعين ديالنا الحمد لله راه كاين، الا جينا شعلوا التليفون دابا مكالمات الحمد لله باش جينا للدار البيضاء. داكشي خيالي الحمد لله، الناس كبروا بينا، الناس زعما الدار البيضاء تحيه من هذا المنبر، هذا الناس الدار البيضاء اللي داروا معنا فوق جهدهم. وما نساوش بالخصوص واحد الصديق ديالنا اللي باش جينا الحمد لله لمدينه الدار البيضاء هو معنا مسكين، هو واحد السيد اسمه محمد بوسيروس، هذا المنبر هذا كنشكروه بزاف والحمد لله. وهادشي وكلمه للجمهور اللي كيتبعكم. وبالنسبه لكلمه للجمهور واللي يلاه كيتعرف عليكم، راه كاين شي ناس يلاه غيتعرف عليكم ان شاء الله، غادي تشوفوا شي حاجه في المستوى عما قريب ومن حسن احسن. وشي كلمه زوينه اخويا انت بحق الجمهور ديالك اخي يونس. بالنسبه للكلمه الزوينه اللي نقدر نقول للجمهور، هو كاين محتوى جديد ان شاء الله اللي هو سكتشات، غيكونوا افلام قصيره زوينه. وكيف ما تنوعدكم الريسك، راه حنا سر الريسك وانتم عارفين. لا زعما يعني ما نقدرش نشبهكم بيمن بداك المصري اللي سميتو انت، هو راه تيضحي هذاك راميز، حتى هو راه ديما واكل العصا. انت ديما واكل العصا. نعطيكم واحد بعد على الصديق ديالي العقل المدبر اللي هو مبغاش يتفارق معايا، حتى هو ان شاء الله بحول الله غادي نفرقوا. وان شاء الله مستقبلا غيكون داك الشيء زوين. وكيف ما قال الاخ زهير من هذا المنبر، كنشكروا الناس ديال كازا بزاف، والصادق اللي هو بوساروس، والناس اللي رحبوا بينا وكبروا بينا، وشكرا بزاف. وشكرا للاذاعه شوف تي في اللي استقبلتنا وهضروا معنا الواجب هذا فرصه، وشكرا لهم بزاف. واللي نقدر نقول لكم هو انني ربما ما نقدرش نعبر لكم دابا بصفتي انني داير معكم استجواب، مي تنوعدكم وعد شرف بان داك الشيء اللي جاي غيكون زويون ومحتوى زويون وفرجه ممتعه. يعني قربنا نختموا المحتوى، لان يعني للاسف كنشوفوا بزاف ديال القنوات للاسف، يعني ما كنشوفوش شي حاجه اللي مشرفه، ما كنشوفوش شي حاجه. نتمنوا فيكم وفي الناس اللي كيبحثوا على المحتوى وعلى الفرجه، ولكن بشكل نقي ان شاء الله تمشيو مزيان في هذه القنوات ديال اليوتيوب، لان راه كلشي كيبان وما كنشوفوش شي حوايج اللي للاسف ما كنتمناوهاش. تماما شكرا، حيت هذه القضيه حنا حتى بالنسبه يعني لي برانك وبالنسبه للافلام قصيره غنقدروا كما قلتي شي حاجه اللي غتكون في المستوى، وشي حاجه اللي غتكون في يعني يقدر حتى المتفرج ديالها غيكون كبير وصغير، بحكم اننا عندنا حنا لاج تبارك الله كنفكروا في افلام قصيره اللي هي دي ميساج، يعني واحد رسائل اللي غتوصل للناس، غير واحد الحوايج اللي كيعيشوا المواطن المغربي حصريا. والحمد لله كنفكروا بهم بواحد الطريقه اللي هي سينمائيه ومستوى يعني على حساب لاج ديالنا، بحكم اننا ناس ماشي كبار وانما في الوسط. في الوسط جينا حنا في الوسط، يعني فايتي 40 سنه راه كنفكروا بداك التفكير ديال الناس اللي فايتي 40 سنه، يعني داك الشيء زوين. نعم يعني غيتفرجوا فيها الوالدين والوليدات وكل شيء. وفي نفس الوقت كاين حتى واحد الحاجه، واخا 40 سنه وهذا راه في نفس الوقت كنفكر حتى مع الناس اللي عندهم 25 عام، حتى هما تيتفرجوا وحتى هما تندير لهم اللقطات ديالهم. والبارح في الحي المحمدي والله القسم الا كانت واحد اللقطه اللي هي زوينه في الفيلم، وتقريبا تلقيت واحد اللقطه طرات لي زوينه، هو ان داك الناس ديال الحي المحمدي عجبتهم اللقطه بزاف. واحد الوقيته درت بحال هكا كنلقى واحد الجمهور العدد ديالهم كثير، والناس ديال 24 عام 25 عام 26 عام، وكان معايا الصديق اللي هو العقل المدبر، وشاف ديك اللقطه حماسيه لدرجه انه انا عجبتني بزاف وما سبقاتش اللي طرات لي في قنيطره. وهذا راه الحمد لله وشرف كبير، وهذيك اللقطه كانت عجبتني بزاف، مي حيت عجبت الناس انا عجبني الحال بزاف. انا ملي شي حاجه كنديرها كتعجب الناس كيعجبني الحال بزاف، ولو ما يكونش فيها مثلا بزاف ديال الحوايج، المهم هي ليسونسيال هي انها كتعجب المتلقي، يعني الانسان اللي كيتفرج وداك الشيء.
إذن شكرا لكم الأخ يونس فنزادة زهير العقل المدبر، كنتمنوا لكم التوفيق إن شاء الله في القناة ديالكم، وتكونوا إن شاء الله نموذج مشرف للقنوات عبر اليوتيوب اللي كنشوفوا، إن شاء الله نبقاو متبعينكم، ونتمنوا من المشاهدين الكرام فرجة ممتعة، بالتوفيق لكم، دمتم في أمان الله، إلى اللقاء.